السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم جينا لكم مقطع جديد باجمل لعبه سيارات بتشبه لعبه محاكي الحوادث اللي بتنزل على الكمبيوتر، واسم اللعبه كاندي كار درايف. اللعبه يا جماعه سابقا عملنا عليها مقاطع كتير، جربنا فيها مودات كتير، وطريقه تحميل المودات وتركيبهم على اللعبه كتير سهله، مو مثل باقي الالعاب التانيه. طبعا يا جماعه لحد الان هي اجمل لعبه محاكي حوادث بتنزل على الاندرويد. طبعا يا جماعه رابط تحميلها بتلاقوه اسفل المقطع بصندوق الوصف من عن طريق رابط خارجي. بامكانك تنزل نفس النسخه للكمبيوتر، وبامكانك تنزلها على الاندرويد، لاني راح احط لك رابط بيكتب لك لاما ويندوز لاما اندرويد، بتدخل بتحمل اللعبه وبتصير بتضيف عليها حسابك. طبعا مورجيكم سابقا كيف تضيفوا حسابكم على اللعبه، وراح احط لكم اياه باخر المقطع هذا. بتشوفوا المقطع وان شاء الله بتعرفوا كيف بتضيفوا مودات، وبتعرفوا كيف تضيفوا حسابكم على اللعبة. فبداية يا جماعة الخير لا تنسونا من الصلاة على النبي واللايك والاشتراك في فيديو لتصلكم كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزة. وهلا يا جماعة بترككم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. وبنبدأ بأول سيارة معنا واللي هي تويوتا لاند كروزر شاص يا معلم. وحش الصحراء، شف لي على الفخامة يا مدير. طبعا المود غالبا مطوره عربي، لاني هون كاتبين لنا نمرة الامارات، وكاتب لنا هون عش مجنون انت العقل لهم، نوجه له تحية كبيرة. طبعا المود فيه مشكلة اللي هي انه الدويلي بتحسهم مخلوعات، ما بعرف شلون يعني منسب تطلعوا تحس هيك عبي جعلك مدري شلون. فحاليا يا جماعة رح نطلع هيك في هذا المود، ناخدكم هيك جولة سريعة ونشوف يا ترى رح نقدر نفحط في هذا المود ولا لا. طبعا يا جماعة هذا المود رح تلاقوه بالموقع الموجود على الجوجل، طبعا تكتبوا اسم اللعبة كاندي كار درايف مودز، بيظهر لك اول نتيجة بحث هيك مثل موقع بتدخل عليه بتلاقي المودات، بتدور عليه هنيك وبتلاقي، يعني ما له رابط، ما له شيء اني اقدر افيدك فيه مثلا هذا المود له رابط كذا بتدخل عليه وهيك، لا ما في هالشيء كله. يعني هي اللعبة على عكس لعبة البروتون بس سيميليتر والبس سيميليتر عند انوسيا، لاني يعني طريقة اضافة المودات في هاللعبة عبارة عن متابعة على حسابك، يعني شلون بتتابع حدا على انستغرام او على اليوتيوب، تقدر تضغط هيك سبسكرايب وكذا، نفس الشيء تماما بهي اللعبة. فوضعية الاضافة كتير سهلة وما هي صعبة ابدا، وشرح لكم عليها سابقا بمقاطع، وحتى هذا المود جربناه من قبل. بس قلت لحالي في ناس سألوا لي انه بدنا لعبة محاكي حوادث تكون يعني حلوة وكذا وضيف عليها مودات، فلقيت قدامي هي اللعبة وهي أجمل وأفخم لعبة لحد الآن بتشبه لعبة البيمنج درايف أو محاكي الحوادث اللي بتنزل على الكمبيوتر. مثل ما شايفين قدامكم هاي الخريطة، طبعا خريطة الصحراء موجودة في اللعبة بشكل أساسي، يعني على هالمبدأ هذا. طبعا مثل ما شايفين بتاخذ هيك جولة وكذا، والوضع لحد الآن أوه شوف لي الشاص شو عم بينطنط، الله يستر ما يطيروا التواليب. تفضل يا شباب يلي بيعرف موديل هذا الشخص اي سنة يكتبنا في التعليقات. شايفين راح تالف معلم، راح تالف حرفيا. اوف شوف شايفين دولي بشون هيك صاروا بالشكل هذا. هذا اول مود معنا، خلينا ندخل نجرب غير سيارة. طبعا بامكانك ترسم سيارة تانية، وبامكانك تضغط على السلة وبتروح مباشرة على القائمة الرئيسية، وبتدخل بتدور على مود تاني او سيارة تانية. فانا بدي اجرب سيارة تانية بهذا المكان، وبعدين انتقل لغير خريطة. طبعا مثل ما شايفين في عنا شخص تاني اللي هو هذا الغمارتين، وفي سيارات تانية، في الكامري، في هدول. طبعا هدول كلياتهم بتضيفون نفس الطريقة يا جماعة، هلا راح ورجيكم كيف. خلينا مثلا نجيب لنا شي سيارة لنفترض هاي البي ام، تضغط على سباون بتنتظر شوي لبما تدخل على اللعبة ترسبن. يعني مثل ما شايفين البي ام شي على كيف كيفكن، شو الوضع يا شباب؟ شي حلو ما؟ عجبني المود هذا. طيب خلينا ناخذكم هيك بهجولة وما هجولة وتفحيط بالبي ام. شايفين التواليب شو عم بيصيروا؟ فورا بيتضرروا ما بعرف ليش، على عكس السيارات الموجودين في اللعبة بشكل رسمي. والله شي حلو، شغلي الضوء، ما بقى في ضوء لا بقى في شي. خلص السيارة شلون صارت؟ اوه طير طير يا مدير، اوه شوف لي السيارة شلون صارت. شايفين؟ طيب خلينا نحط رجوع نروح على القائمة الرئيسية. جينا للقائمة الرئيسية يا جماعة الخير، رح ندخل مباشرة لقسم مودز بروسيسر. شايفين هذا هو، بتدخل عليه هون بيظهر لك مودات، وبيظهر لك عليهم إشارة باللون الأخضر وهي سبسكرايبد، يعني معناتها أنت ضيف هذا المود. طبعا
اذا فتلت مثلا هذا المود ما لي ضيفه انا، بس تضغط على سبسكرايب مباشره بيكتب لك هون انه داونلودنج، وهيك بيصير بضيف لك المود عندك على قائمه الجراج تبعك. طبعا تنزل لتحت شوي بتلاقي مودات تانية، هون في عنا مودات طبعا هدول اللي طالعين ترند والعالم كله منزلينهم وكذا، يعني بهالشكل في شاحنات سيارات خرائط كتير اشياء تانية بامكانكم. حتى عنا هذا ميكرو الباص كمان هلا رح نورجيكم اياه، منزلينه جديد يمكن على ما اظن. مثل ما شايفين بهالشكل هاد، هدول هن المودات الموجودة حاليا. طبعا في عنا هون تشالنجر وفي لادا وبي امات ومرسيدسات شغلات كتير، حتى عنا في موتور هون شايفين هذا الوضع. طيب حاليا يا جماعة الخير وقت اللي بدك تجي انت، بما انه منزل اللعبة جديد غالبا وقت اللي بدك تضغط على شي مود وتعمل له سبسكرايب او متابعة راح يقول لك ضيف حسابك على اللعبة، راح يظهر لك هون بالطرف اليمين من فوق اشارة حساب تضغط عليها او هو بيدخلك مباشرة بيقول لك لا اما بتضيف حساب جوجل يعني جيميل، بتضيف حسابك وبيقول لك انه بدنا نبعث لك رسالة على البريد الالكتروني تبعك، بتروح لهنيك بتجيب الرسالة وبتكتب بس هيك رقم التأكيد بيكون أحرف أو أرقام، وهيك بتقدر بإمكانك تربط الحساب باللعبة. وهي هي الطريقة يا جماعة. سابقا أنا مورجيكم هالشي، رح أحط لكم المقطع يلي منزله على هاي الطريقة في آخر هذا المقطع، شوفوا إن شاء الله بتعرفوا كيف. حاليا يا جماعة الخير رح نرجع على القائمة الرئيسية، ندخل على البلاي. طبعا حاولوا انكم تختاروا الجرافيك اللي بيناسب جوالك، ما تختار جرافيك عالي. فحاليا يا جماعة رح ندخل على ساند بوكس، وهون نرجع نختار خريطة. طبعا نحن اخترنا شي خريطة تكون مثلا مثل هاي شايفين طريقك متعرج. ننتقل نرجع للقائمة تبع السيارات. طبعا مثل ما ورجيتكم قبل يمكن انه هون في عنا سيارات موجودين اساسيات في اللعبة، في عنا حتى الباجيرو. لحظة ها هي الباجيرو شايفين ما تسوي شي يعني بهالشكل. بندخل على قسم المودز راح نشوف المود يلي قلتلكم عليه من شوي اللي هو هذا الميكروباص، بس بنضغط على سباون مباشرة بتلاقي حالك داخل اللعبة شايفين. المود كتير حلو هذا، وسابقا ما جربته يعني نازل جديد وهيك، فخلينا نشغل الإنارة من هون شايفين غمازات وما غمازات، الوضع باللوز اللوز معلم شايفين حلو كتير. يلي بيعرف اسم ميكروباص هذا كتبنا في التعليقات، مثل ما شايفين خبطنا وجبنا العيد. بامكانك من فوق طبعا تختار الوقت، تعمل ليل نهار وهيك حسب ما بدك انت، وبتنزل من السيارة طبعا. لحظة ورجيكم كيف، لحظة اوف هدي تنزل من السيارة هيك شايفين. والله شيء حلو يا جماعة، شو الوضع يا شباب؟ ايوه اخبط اوف 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 اوف، شو صار يا معلم؟ ما شفت شلون خبط شايفين؟ هلا المودات اللي بتضيفهم انت على اللعبه بيكونوا يعني وضعيه التكسير تبعهم ما بتكون واقعيه كتير كتير، بالنسبه للمودات الموجوده الاساسيه في اللعبه بيكونوا يعني مزبطين بطريقه انه يتكسروا بشكل واقعي، عرفتوا كيف؟ فاطلع اوبا خالص معلم راح تالف. خلينا نحط مسح ونروح مباشره الرجوع، نختار شي سياره ثانيه. في عنا الكامري يا معلم، شوف لي الكامري هاي، نضغط سباون شوف لي على الداخليه ما احلاها. شي حلو. طيب خلينا شغلينا رب اشتغلوا، والله بشتغل شايفين. طيب خلينا نطلع هيك جوله في الكامري هي 2006 يمكن يا جماعه. طبعا في كامري ثانيه راح نشوفها هلا بعد شوي اذا كان رسبنت. لحظه لحظه لحظه، العضويه مشكله فورا بيخربوا يعني فورا بتكسروا هيك. لحظه واو ويلي على الكامري، شوفوا شلون صارت راحت معلم. لحظة شوي نعمل لها مسح ونرجع ندخل، بامكانك ترس بين سيارتين وهيك. شوفوا لي على السيارة ما احلاها. رينو ميجان يا جماعة شايفين، هنشوف في شكل داخلي، في شكل داخلي شايفين. في سيارات بيكون فيهم، في سيارات ما بيكون فيهم. سيارة حلوة هاي، اوه جبنا العيد معلم، لسه من بدايتها كسرناها تكسير. شوف لي الدوليب شلون عم يتطاوجوا. يا ويلي يا ويلي، شوف لي السياره شلون تكسرت. فبالشكل هذا يا جماعه الخير مثل ما شفتوا يعني هي اللعبه للامانه اجمل لعبه لحد الان، تشبه لعبه المحاكي الحوادث بشكل 100%، يعني بتضيف عليها مودات وهيك.
فان شاء الله تكون عجبتكم، قيمونها من 10 حبيتوها ولا لا. تحياتي لكم، لا تنسوا بالصلاه على النبي ولايك والاشتراك في فيزنا تصلكم كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزه. والله يا جماعه بترككم بامان الله وسلامه.